صلاح النهارده ورط اداره ليفربول بتغريده ذكيه لمح بيها بالرحيل. ارقامه ونجاحاته واستمراريته بتقول انه اهم لاعب في ليفربول، لكن من تلميحاته واضح ان المفاوضات للتجديد مش مبشره. على كل حال هنشوف اللي جاي ايه، تمديد وبقاء ولا رحيل وولع. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده نجمنا المصري محمد صلاح وبذكائه المعتاد حط رساله على موقع اكس، كتبها باللغه الانجليزيه موجهه الى جماهير ليفربول. مضمونها وباختصارها يعني ان هو مبسوط في ليفربول وان ليفربول المفروض يفضل طول الوقت على القمة. أنا فرحان إن أنا بنتمي لهذا المكان، وده المكان أو المكانة اللي المفروض يبقى فيها النادي دايما يبقى موجود على القمة. وقال مش شيء أقل من ده، يعني مش المفروض يحصل أقل من ده، وقال إن كل الفرق بتفوز بالمباريات لكن في الآخر بيبقى فيه بطل واحد. قال بشكركم جدا، بيكلم جماهير ليفربول يعني، قال بشكركم جدا على دعمكم الليلة الماضية اللي سجل فيها في برايتون هدف الفوز لفريقه. وقال ركز بقى في اللي جاي ده، بغض النظر على اللي هيحصل مش هنسى ابدا شعور التسجيل في الانفيلد. ركز معايا، قال ايه اخر جمله دي مهمه قوي. قال لك بغض النظر على اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل؟ مش هنسى ابدا شعور التسجيل في انفيلد. طيب